وهي الطهارة. المقصد من الطهارة هي رفع حدث أو إزالة نجس. ورفع الحدث إما حدث أصغر فيكون بالوضوء أو حدث أكبر فيكون بالغسل، وإزالة نجس بالماء فقط أو بالماء والتتريب للنجاسات الكلبية. فناسب بعد أنواع المياه أن يتكلم على وسيلة الوسيلة، فالماء لا يأتيك إلا في وعاء أو إناء، فتكلم على جلود الميتة التي تطهر بالدباغ لأنها تستخدم هذه القرب من الجلد في ملء الماء، فناسب أن يتكلم على الإناء الذي يوضع فيه الماء. ثم بعد ذلك يتكلم على باقي الآنية التي يجوز أن يحمل فيها الماء، فتكلم على المحرم من الآنية لأن المحرم محصور والمباح من الآنية غير محصور، فتكلم على حرمة استخدام آنية الذهب والفضة. ثم بعد ذلك شرع في ما قبل الوضوء وهو السواك. هذا هو الترتيب المنطقي حتى نعلم أن علماء المسلمين جزاهم الله عنا خير كانوا يمتازون بترتيب الذهن وحضور القلب عندما يكتبون، وكانت لهم مناهج في التأليف وفي التصنيف مرتبة، ولا يكتبون كيفما اتفق ولكن بترتيب يربي العقلية الفقهية المرتبة، فجزاهم الله عنا خير. يقول: فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ، هذا في الأصل وهو المتن. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. والنجاسة، إيه تعريف النجاسة؟ هو كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ده تعريف النجاسة. فليس كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة، ولكن هو مستقذر مخصوص يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بهذه القيود. ولما نقول مستقذر يدخل فيه كل المستقذرات كالريق مثلا وكالمني وكدموع العين وكالعرق، كل دي مستقذرات الناس تستقذرها لكنها طاهرة، ولذا قال كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة لإخراج المستقذر الذي لا يمنع من صحة الصلاة كالريق وكما
يخرج من الفم أثناء السعال، وكذلك العرق، وكذلك المني عند الشافعية فهو مستقذر طاهر وليس بنجس. ولذا كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص هذا يسمى نجاسة، والنجاسة في نجاسة مائعة ونجاسة جامدة. نجاسة مائعة يعني سائلة، ونجاسة جامدة يعني متحجرة، يعني البراز مثلا إذا كان جافا يسمى نجاسة جافة، والبول يعتبر نجاسة مائعة لأنها سائل. فكل ما استحال في داخل الكائن الحي يتحول إلى نجاسة، ما استحال يعني تحول عن حقيقته. فمن شرب مثلا الماء فدخل المعدة فاختلط بالعصارة المعدية فخرج مع القيء، فهذا ماء تحول إلى صفة جديدة يسمى نجاسة، فالقيء نجس. وكذا القلس، القلس اللي هو لما الإنسان يكون عنده ارتجاع في المريء ويشعر أن في عصارة خرجت منه في أقصى حلقه يسمى قلس، أو باللغة العصرية الحالية يقول لك ارتجاع، والفقهاء يسموه القلس، فالقلس هذا نجس. وكذا الدم، فالدم عبارة عن ماء استحال في الجسم إلى دم فيبقى نجس. الريق، ماء استحال إلى ريق لكنه مستقذر غير نجس، تيسيرا وتخفيفا على الأمة. العرق مستقذر لكن لا يمنع من صحة الصلاة فليس بنجاسة شرعية، فلا نقول عليه نجاسة. الريق إذا اختلط بدم صار متنجس، يعني يكون عنده مرض في اللثة وأصبح فيه دم، يبقى يجب في الحالة دي أن هو يتمضمض جيدا لأن تجويف فمه متنجس قبل أن يصلي. وكذا القيح والصديد دي نجاسات لأنها أصلا متولدة من الدم فيتولدت من النجس، فهي كانت دم ثم تحولت إلى صديد أو قيح فتبقى نجاسة. معرفة النجاسات شيء ضروري للمسلم، لأن من صفات المسلم أنه يتحرى تجنب النجاسة، ودي صفة خاصة بالمسلمين لا تجدها في غير المسلمين. غير المسلمين لا يعرفون نجاسة ولا طهارة فلا يتحرون تجنبها. ولذا لعدم تجنب أهل الكتاب من النجاسات أمرنا إذا استعملنا آنيتهم أن نشطفها أولا مخافة أن يكون فيها أثار نجاسة، لأنهم لا يتحرون النجاسة كالمسلمين. فلابد أن تعلم الماء مثلا المحيط بالجنين ويخرج أثناء الولادة ده ماء استحالة تغير الطبيعة يبقى نجس لأنه يلحق بالبول، واضح؟ يبقى عندنا نجاسات أشياء كثيرة. لما الإنسان مثلا يصاب بحرق فيحصل فأفيق كده، والفأفيق دي جواها ماء سائل أصفر، هذا نجس، فإذا خرج يبقى نجس. صحيح ممكن يبقى نجاسة معفوة عنها لأنها على جرح، فإذا نشعت في الجرح ممكن الإنسان يصلي وهي ناشعة بحيث أن تكون على الجرح، لكن لو في خارج الجرح لا يعفى عنها يجب غسلها، واضح؟ عشان كده قلنا حيث لا مرخص مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الرخص قد يكون بسبب جرح، فالصحابة كانت تصلي في جراحتها مع علمهم بأن الدم نجس، إيه؟ لأن هناك رخصة للمجروح، واضح؟ أو مثلا اللي عنده سلس بول فممكن يكون في أثر بول في ثيابه الداخلية بسبب سلس البول يعفى عنه لأنه دائم حدث. أو المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم الحيض في غير أوانه وهو ليس بدم حيض ولكنه نزيف، يبقى دمه نجس لكنه مرخص لها أن تصلي على حالتها. وكذا اللي بيشتغل جراح وجزار فبيتعرض للدماء والقيح وللصديد
والمرأة بتتعرض في تربية أولادها إلى بول الأطفال وغير ذلك، فممكن يأتي على ثوبها نجاسات، لكنها لا تمنع من صحة صلاتها، حيث أن يوجد أنه يوجد رخصة، لأن اسمها ثياب المهنة، نجاسة مهنة، المهنة تعرضها لهذه النجاسات. هناك نجاسات جامدة كمأكول غير مأكول اللحم الميت، غير مأكول اللحم إذا مات فجثته دي نجسة كويس، لأنها ميتة، فالميتات كلها نجاسة. وتعريف الميتة هو مأكول اللحم إذا لم يزكى أو غير مأكول اللحم ولو زكي اسمها ميتة. يعني لو جبت أنا أسد وقلت بسم الله الله أكبر رحت ذبحه برضه نجس ميت، لأنه لا يؤكل، حرام. حتى لو أنا زكيته يعني قطعت ودجيه وعملته معاملة الخروف، واخد بالك، يبقى اسمه ميتة برضه. ليه؟ لأنه غير مأكل اللحم محرم، فكل محرم من المحرمات من اللحوم المحرمة يعتبر ميتة ولو زكيت، وكل مأكول اللحم إن لم يزكى أو ذبحه غير مسلم أو كتابي يبقى برضو نجس ميتة. واضح؟ ففي نجاسات لازم نبقى درسينها كويس وفاهمين. بيض مأكول، ما احنا قلنا ذبح الكتابي أو المسلم بس، لكن لو غير كتابي، واحد بوزي، واحد من اليابان، اليابان دول بيعبدوا بوزة، فما ينفعش ناكل ذبيحته حتى لو قلد المسلمين، لأنها تعتبر ميت. واضح؟ والهندوسي وغيره وغيره، احنا بس بناكل ذبيحة الكتابي لأن مستثنى من وسط الكفار، استثنينا الكتابيين من وسط الكفار، مع علمنا أنهم كفار برضه، لكن لإيه؟ وثوق العلاقة بيننا وبينهم، لأن هم أهل كتاب وإحنا أهل كتاب، هم مسؤول أهل توراة أو إنجيل وإحنا أهل قرآن، فوجود هذا التشابه جعل لهم أحكام خاصة، ولكن هذه الأحكام ليس معناها أنهم ليسوا بكفار، لا، كفار، لأنهم كفروا بالنبي وكفروا بالقرآن، واعتبروا أن القرآن كلام النبي وليس كلام الله صلى الله عليه سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي، بيض مأكول اللحم طاهر، بيض غير مأكول اللحم نجس. بيضة حداية، بيضة غراب، دي نجاسات كلها لأنه غير مأكول اللحم، وهكذا. يبقى كل الحاجات دي الواحد ياخد باله منها علشان لما يتعامل في عباداته يعرف إيه هي النجاسة اللي يتجنبها. الميتة، الميتة هي غير مأكول اللحم ولو زك، ومأكول اللحم إن لم يزكى أو زكي بغير مسلم أو كتاب. واضح؟ وأحل لنا ميتتان، مستثنى بقى من الميتات السمك والجراد، السمك والجراد دي مستثنيات. واضح؟ وأحل لنا دمان، الدماء نجسة، أحل لنا دمان اللي هو الكبد والطحال. واضح؟ وكل الدماء نجسة إلا دماء الأنبياء، وكل الأبوال نجسة إلا أبوال الأنبياء لطهارتهم، فلا يخرج منهم مستقذر، لأن من استقذر شيء من نبي كفر. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن جعل فضلاتهم طاهرة حتى لا يستقذر منهم شيء، ولأنهم يكلمون الملائكة، ولأنهم يصعدون للملأ الأعلى في حال حياتهم، فلا بد أن يكونوا طاهرين ظاهرا وباطنا. سيدنا عيسى بن مريم مات، ما ماتش، طب قاعد فين؟ في السماء الثانية. فلو كان ما يحمله في جوف نجاسة لا يصلح أن يعيش في السماء الثانية، فلا بد أن يكون ما كان في جوفه أيضا طاهر حتى يصلح أن أن يكون الملأ الأعلى، حيث الطهارة. واضح؟
فالأنبياء طاهرين في الظاهر والباطن وكل فضلاتهم طاهرة، هذا بإجماع المسلمين. كويس؟ إلا الجهلة اللي يقول لك النبي بيقولوا نجس وبتاع، يبقى ده جاهل، نعلمه نعلمه. إزاي يبقى بيقولوا جائز نجس ويصل إلى سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج بجسده في حال يقظته، في حال حياته يقظة جسما وروحا، لابد يبقى طاهر مما جميعه صلى الله عليه وسلم. طب ولما كان يستنجي من بوله ومن نجاس ومن برازه؟ لأنه يعلم الناس، لأنه مستقذر، هو مستقذر بالنسبة له لا بالنسبة لنا، ويعلم الناس كيف يتخلص. كما أنك أنت إذا جاء ريقك وهو طاهر على كفك تغسل إيدك منه بالرغم من ريقك طاهر، فكونه يغسل من البول ليس دليلا على أنه نجس. فأنت تغسل من المرق والمرق طاهر، مش كده برضو؟ تغسل إيدك من الأكل والطبيخ والإدام وهو طاهر، فأخذ بالك. لأن في بعض الجهلة يقول لك لولا كان طاهرا لما كان يشطف نفسه بالماء، لأنه بالنسبة له مستقذر. واضح؟ وليعلم الأمة كيف يستنجون وكيف يتخلصون من فضلته. فالأحكام الأنبياء لهم أحكام خاصة، الخلاصة الأنبياء لهم أحكام خاصة لأنهم ليسوا بشر معتاد، بل بشر يوحى إليه، فالبشر اللي يوحى إليه ده يبقى ليه أحكام خاصة. فهنتكلم على نوع من النجاسات وهي جلود الميتة. الميتة هي التي ماتت بغير زكاة شرعية أو غير مأكولة اللحم، تبقى اسمها ميت، جلدها نجس. واضح؟ طب هل ينتفع به أو لا ينتفع به؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا للأمة قال هل انتفعتم بإهيابها لما مر على شاة ميت؟ ف لما تعجب الصحابة قالوا قال طهارتها بدباغها، فإذا دبغتموها طهرت. واضح؟ وعشان كده بيقول إيه، فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة. من ضمن الحاجات النجاسات المائعة الخمور، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى الخمر المائع المسكر المائع نجس كالبول، يجب غسله، الغسل منه يعني. أما المفتر كالحشيشة والأفيون والبانجو، الحاجات دي طاهرة محرمة، طاهرة محرمة لأنها نبات، نبات طاهر، لكنه حرام استعماله وتناوله لأنه مفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر، والحديث رواه أبو داود، استدل به الحافظ العراقي على حرمة الحشيشة، لأن الحشيش أول ما ظهر ظهر أيام الحافظ العراقي، فلما ابتدى يشيع فبقوا مش عارفين ده حكمه إيه، حاجة بياخدوها بيفرفشهم ويخليهم يصحصح، وهي نبات والنبات طاهر، إيه المشكلة يعني؟ فابتدت تبقى ايه مناقشات بين الفقهاء. كويس؟ والاصل في مثل هذه الاشياء الاباحه. فلما استدل لهم بحديث رواه ابي داود كل مفتر حرام، فيعني استراح العلماء واستنتجوا ان الحشيش والافيون وجوز الطيب والقات اللي بيستعملوه هناك في اليمن، كل دي أشياء محرمة لأنها مفترة، وفي أفغانستان النسوار كلها نباتات مختلفة بيستعملوها للإيه، والمضغة اللي بيستعملوها الجماعة هناك في أسوان وإدفو والحتت دي، كل دي مفترات، واخد بالك؟ فتبقى محرمة لكنها طاهرة. مفتر يعني يؤثر على أعصاب الإنسان، إما إنه يخدرها كده ويهديها فيسموه مفتر، وهي ما يحدث قبل السكر، الفتور اللي بيحصل في الأعضاء دي
هي مرحلة ما قبل السكر، واخد بالك؟ يسموه مفتر. احنا قلنا دي طهرة، لو حطيتها في جيبك وصليت لا ما فيهاش حاجة. احنا قلنا دي تنقض الوضوء، وهي النجاسة بتنقض الوضوء، هي النجاسة بتنقض الوضوء. لو وقع على 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 كمي ده شوية بول اتنقض وضوئي، اغسل بس، اغسل مكان. وقع على ايدي شوية بول اتنقض وضوئي، اغسل مكان بس. واضح؟ جاء عليها بول تغسل مكان البول اللي جاي، سهلة يعني. الا لو لمست ذكره يبقى هنخش في قضايا بقى تانية، نواقض الوضوء، هل لمس الذكر ينقض ولا لا ينقض، وخلاف المذاهب في المسألة، واخد بالك؟ هتيجي على أي حال في الأحداث. لكن أنا عايز إيه؟ أنا هدفي إن أفتح مداركك، ولما تيجي تقرأ حاجة لازم تعرف إنها أوسع من اللي أنت بتقرأ كمان، تقوم تدرك المسألة إنها واسعة، واخد بال حضرتك؟ ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم، واخد بالك ازاي؟ كل نجس مائع محرم، وليس كل محرم نجس. ايوه، ليس كل محرم نجس. مثال الحشيشه والافيون والبانجو، كل دي محرمات وليست نجس. وكل مائع محرم، وكل مائع يعني سائل محرم نجس. دي قواعد تبقى في ذهنك، واضح؟ يبقى لبن الحمار، الحمار الاهلي ده بناكله ولا ما بناكلش لحمه؟ الحمار الاهلي لا يؤكل لحمه، يبقى لبنه لبن الاتان، الاتان انثى الحمار، نجس على طول كده. ما حد يسألك لبن الأتان حكمه ايه؟ تقول له نجس لأنه مائع من غير مأكل اللحم، على طول يبقى مخك مرتب، تعرف تجاوب على طول. فهمت ازاي؟ اجي اقول لك مثلا لبن البغل، الحصان مأكل لحم، الحصان يجوز أكل لحم، كويس؟ طب البغل ده عبارة عن حصان وحمار، يبقى حكمه ايه؟ اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. القاعدة كده، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، يبقى البغل يحرم اكل لحمه لانه هو ناتج من محرم اكل لحمه ومباح اكل لحمه، فاختلط الحلال بالحرام غلب الايه؟ الحرام. القاعدة كده، اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام في الحكم حتى لو قليل. أي طالما لا تستطيع أن تميز. عندنا كوب لبن أتان في وسط 10 أكواب لبن بقر، ولا أستطيع أن أميز، يبقى يحرم تناول الأكواب كلها. واضح؟ اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. فهمت المسألة؟ بيتحط كميات ضئيلة، لكن لو زاد يحرم لأنه مفتر. طبعا مفتر لو اتاخد، عشان كده في ناس بيحرموا القهوة المحوجة عليها جوز الطيب بكمية كبيرة، لكن لو كمية نادرة لا تصل للتفتير لأنه هو طاهر. فهمتني؟ عشان كده ممكن تحط في الشوربة حتة صغيرة زي ما ستات البيوت بيعملوا، واخد بالك؟ من درش، لأنها مش هتصل لدرجة التفتير، ده بتدي بس نكهة وهي طاهرة، فيبقى ما فيهاش مشكلة. لكن لما تاخده هو نفسه كده وتقعد تاكل كذا جوزة مباشرة، يدي ليك نفس تأثير التفتير بتاع الحاجات التانية، يبقى هنا حرام. مين بياخده ايه؟ قبل ما كانوا يعرفوا تأثيرها، انت بتتكلم بقى من 200-300 سنة، خلاص الأمة عرفت الحاجة وعرفت لأن المحرم تناوله قد يكون لنجاسته، وقد يكون لضرره، وقد يكون لإسكاره، وقد يكون لأنه محترم.
أسباب تحريم تناول الأشياء لها أسباب كثيرة. يعني السم ممكن يبقى طاهر لكنه حرام تناوله لأنه يضر، كويس؟ وعندك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة مهمة لأن كلام النبي واضح. فنيجي بقى إيه نشوف هنا المسألة دي. إحنا بس عملنا شوية مشهيات كده الأول قبل ما نخش في الكتاب، خد بالك. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. هل كل جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحده، كويس؟ مستثنين. وجلود الميتة كلها تطهر بالدباغ سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره، كويس؟ وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص، ولو كان الحريف نجسا كدرق حمام كفى في الدبغ. واضح؟ دي ايه؟ أدوات الدبغ بقى، أدوات الدبغ يعني تستعمله بأي أداة من أدوات الدبغ التي تسيل منه العفونة وتزيل منه الرائحة وتزيل وتجعله متماسكا تستطيع أن تستفيد به. واضح؟ فإن استعملت في وسائل الدباغ شيء نجس فعليك بعد الدبغ أن تشطفه بالماء ليطهر. واضح؟ إلا خد بالك بقى، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. لو كلب نزع على شاه فتولد من هذا الجماع حيوان، أي حيوان بقى ما نعرفوش، احنا بنتصور، واخد بالك؟ قد يكون هذا التصور غير واقع لكن احنا بنفهمك، واخد بقى؟ فتولد مخلوق حيوان في صورة حيوان، يبقى ده تولد من كلب وهو نجس مع شاه وهي ايه؟ طاهرة مأكولة اللحم، اختلط الحلال بالحرام غلب ايه؟ ويبقى نجس كمان، ميتته نجسة، ويبقى جلده لا يطهر بالدباغ لأنه تولد من مأكول لحم ما من كلب أو خنزير مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ. لو في القراية مختلفة عن النسخة بتاعتك نصحح، عشان في بعض النسخ بيبقى فيها نقص، فتصححوا لي يا جماعة، لأن أنا النسخة دي أنا أول مرة أقراها، أنا نسختي القديمة سايبة لأنها تهلهلت، فأنا جايب النسخة الجديدة دي فهنصححها معاكم على أي حال. وعظم الميتة وشعرها نجس. طب عظم الميتة ملوش حل، النبي ما قالناش في حل، يبقى ما نستعملوش، يفضل نجس. وشعرها نجس، وكذا الميتة أيضا كلها على بعضها كده نجسة. وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. إيه هي الميتة؟ الزائلة الحياة يعني الميتة بغير زكاة شرعية في مأكول اللحم. لازم تعرف ان القدة في ذهن بمأكول اللحم، واضح؟ فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا، لأن زكاته في زكاة أمه. عندك إيه؟ فلا يستثنى؟ ها؟ أيوة، يبقى طاهر، زكاته زكاة أمه خلافا للأحناف. الكلام ده عندنا احنا الشافعية ويمكن المالكية زينا.
الأحناف عندهم الجنين اللي في بطن أمه زكاته كزكاة أمه، يعني تذبحه زي ما تذبح أمه. يعني خدوا الحديث بمعنى إن هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زكاته زكاة أمي أي كزكاة أمي بالذبح. واضح؟ في أمه الأحناف كده، مش أنت حنفي؟ طيب خلاص. والكلام ده لو أخطأنا تقول لنا. واخد بالك؟ ما يجراش حاجة، ما أنا أصلي مش مذهبي. فإذا أخطأت يعني له عيب. وطالما مش مذهب. لكن عند الشافعية قالوا زكاته زكاة أمه أي يكفي زكاة الأم في زكاة الجنين اللي في بطنها. واخد بالك ازاي؟ فيبقى مش ميت. يعني الجنين اللي في بطنها عند الأحناف ما تاكلوش طالما ما ذبحتوش، لأنه ميت نجس ترميه. وعند الشافعية اطبخه وكل. واضح؟ ولو الأكل كتير خروجا من الخلاف ما تاكلوش، لأن الخروج من الخلاف مستحب. أنت ونصيبك حسب بقى إيه السعر اللي في جيبك أنت، مش السعر اللي وربنا يوسع على المسلمين جميعا. وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، فلا يستثنى حينئذ جنين المزكى إذا خرج من بطن أمه ميتا، لأن زكاته في زكاة أمه. يعني جنين السقط، السقط يفضل يبقى ميت. لو الناقة حامل، الناقة أنثى الجمل، فأسقطت جنينا ميتا منها، يبقى حرام أكل لأنه لم يزكى نازل ميتة. لكن لو ذبحت أنا الناقة فالجنين اللي بطنها مات بذبح أمه، يبقى مزكى بأمي. على مين؟ على الشافعية والملكية. مش كده برضو الملكية كده زينا؟ طب الحمد لله. لكن على مذهب الأحناف لا، لازم تلحقه تبقر بطنها وتطلعه في حياة مستقرة وتذبحه عشان يحل كمان. واضح؟ ليدبحوا الاثنين. تخش عليه جوه بطنه بطنها وتروح مطلعه وفي حياه مستقره لسه في قلب ينبض، تروح ذبح تقول بسم الله الله اكبر. واضح؟ على فكره الجزارين بيعملوا كده زي الاحناف، اغلبهم كده لما تكون حامل يروح فاتح ومطلعه وذبح خروجا من الخلاف. هو ما يعرفش الفقه لكن شاف اجداده بيعملوا كده وابائه فتوارثوا المساله. لأن الإسلام بقاله آلاف السنين، فالناس يعني 1400 سنة الناس متوارثة العلم بدون ما تعرف إن ده علم، فبتعمله بإيه؟ بالتوارث. فعلشان كده بيقول لك فلا يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه ميتا فيظل إيه؟ يظل ميتا. الشعر طلع منه شعر يعني. طلع فيه شعر يبقى ايه؟ لازم تذبح. ايوه عندكم انتوا حددتوا. ايوه ايوه لا احنا عند الشافعية والمالكية مريحين نفسه، تزكي الأم واللي في بطنها تزكى بزكاة أم. واخد بالك؟ يعني هو نزف دمه عن طريق دم الأم النازل أيضا وتمت زكاته، سواء بقى أشعر أو لم يشعر. ما احنا بنتكلم كده. لا لو لسه مولود وانت ذبحته تاكل بحر مفيش مشكلة. إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن زكاته في زكاة أمه، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. أنا بتهيألي يستثنى حينئذ جنين المزكاة إذا خرج من بطن أمه. حتة لا دي فيها إشكال لأنه يستثنى، إنما ليه فلا يستثنى كده برضه؟ لا دي فيها إشكال
هو المفروض إنه يستثنى، يستثنى مش فلا يستثنى، عشان كده الجملة أصل بيقول لأن زكاته في زكاة أمه، بقية الجملة هي ماشية. وكذا غيره من المستثنيات، كمل الجملة تلاقيها إنها مش منفية. يا سيدي كمل الجملة تلاقيها مش منفية. وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، كويس؟ يستثنى حينئذ جنين المزكاة. إذا شيل لا عشان تستقيم العبارة، أستنى نفسي لما قريت العبارة لقيتها مش راكبة، فلا دي حطها في دايرة كده، ما تتعلمش إنك تشطب. يعني أنا فهمت قصد الإمام البيجوري، بس العبارة فيها لبس، العبارة نفسها فيها لبس، واخد بالك؟ فالأحسن إنك أنت تبعد عن لبس العبارة وتبقى الحكاية واضحة كده، إن الميتة هي الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، واخد بالك إزاي؟ فلا يستثنى حينئذ جنين المزكى إذا خرج من بطن أمه ميتا لأن زكاته في زكاة أم، لأن حياته خرجت بزكاة شرعية، كأنه عايز يقول كده. فهمت بقى إزاي؟ ده تأويل كلام الإمام البيجوري، وهو كلام لطيف كويس، بس إيه يحتاج إنك أنت تدقق في العبارة أوي. لكن لو شلنا لا هتلاقي العبارة مستقيمة من غير التدقيق، واضح؟ وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات. ثم استثنى من شعر الميت قوله إلا الآدمي، فإن شعره طاهر كميتته، يبقى شعر الميتة طاهر. أنت عندك مثلا كان زمان أجدادنا يركبوا الحمير، مش كده برضو؟ والحمار بيبقى شعر الحمار بينفصل ويجي على ثوب جدك وهو راكبه وينزل يصلي، ما هو ده شعر منفصل أهو من غير مأكول اللحم، فحكمه حكم ميتته، يبقى نجس، أو ده من المعفوات، نجس لكنه من المعفوات، واضح؟ واضح. فكانوا برضه علماء يعني هو الشعر موجود صحيح على عبايته وعلى بتاعه، ويقوم يصلي، واخد بقى ينفط كده اهو ويروح يصلي، حتى لو بقت شويه من المعفوات، واضح؟ لكن شعر الادمي لما تروح انت عند الحلاق ويحلق لك وشعرك اللي واقع ده طاهر، واخد بالك؟ لان ميته الادمي طاهره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا ينجس حيا ولا ميتا، ميتة الآدمي طاهرة، واضح؟ أي ميتة، أي ميتة شعرها يبقى نجس. نجس مع نجاسة مهنة، وإحنا قلنا هو أصلا دم وبول وروس مأكول اللحم عند الملكية طاهر، وتريح نفسك. عند الشافعية نجس، والنجاسة اللي فيه دي معفوة عنها بالرغم انها نجسة، لإيه؟ لو اتبقى شوية أثر دم كده في اللحم، واخد بالك ازاي؟ بيعفى عنها مع العلم بأنها نجسة. الشافعية اعتبروها معفوات، والملكية ما يلاقوش لأن هي طهر، واضح؟ ثم استثنى من شعر الميت قوله إلا الآدمي، أي فإن شعره طاهر كميتته، يبقى ميتة الآدمي طاهرة، واضح؟ فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. بيقول هنا فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني. طب ليه ما قالش ما يحل استعماله من الأواني؟ لأن ما يحل غير محصور، مش كده برضو؟ فتكلم على المحصور، لأن المحرم محدود، وغير كده بقى يبقى ماشي. حتى أنية الدباء والحنتم والنقير والمقير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
عن الانتباز فيها في أول الأمر، ثم بعد ذلك أباح الانتباز فيها، ولا تشربوا مسكرا كده برضو. فأصبحت كل الآنية مباح الاستعمال استعمالها ما عدا آنية الذهب والفضة، حرام للمسلمين. كويس. وما يحرم استعماله يحرم اقتناءه، ما حرم استعماله حرم اقتناءه. يبقى شوك الفضة والذهب ومعالق الفضة والذهب وطقم الفضية بتاع جداتنا زمان كانوا يجيبوه كده، إذا كان هيجي المموه، اسمه المموه هيجي الوقت، يبقى ده حرام، حرام اقتنائه. كويس. لأنه يحرم استعماله، فكل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه وحرمت صناعته. كويس. تحف ايه؟ لو ليست على هيئة إناء، ليست على هيئة إناء، وبعدين شكل الفرس تمثال، نخش في مشكلة، هتدخلني في مشكلة تمثال حتى لو كان متجير، واخد بالك؟ إن التماثيل عند المسلمين ما يحبوهاش كده برضو، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه تمثال. إيه؟ آنية الذهب والفضة حرام، حتى لو حطيتها كده تحفر، حرام. واضح؟ فما بالك انت هتحط عليها الفاكهة، بقيت بتستعملها اهو، فاستعمالها يبقى أشد علة الحرمة. علة الحرمة بعض العلماء اتكلموا قال انها تؤثر في الاقتصاد، لان هي النقدين، فلو الناس حولوا الذهب الى، لان كانت هي عملة تعامل، واخد بالك؟ وبعض العلماء قال لك تعبدي، تعبديه كده علشان تبقى لينا احنا في الجنه وليهم هم في الدنيا، واخد بالك؟ طب خلي الدرس اللي فات هذا الموضوع. ايوه. والثاني طاهر ومطهر. لأنه مش منطبع. طيب ما هو يحرم إيه استعماله، لكن المية اللي فيه غير مكروه استعمالها. هو بيتكلم هنا على المية، بيتكلم على الإناء، وبيقول لك الإناء المنطبع اللي بيعمل زهومة وصدأ في القطر الحار ده، هو ده يكره استعمال هذا الماء، هذا نوع الماء ده، واخد بالك؟ لكن لو كان هذا الماء موجود في إناء الذهب والفضة عليك أنك تسكبه في إناء آخر وتستعمله، غير مكروه. لو استعملت الوضوء صحيح مع الحرمة، واضح؟ لأن الحرمة في الاستعمال مش في الماء، واضح؟ فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز، وبدأ بالأول فقال ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما، وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه يعني اقتناؤه من غير استعمال في الأصح. يبقى عندنا ده الراجح من وجهين، مش احنا قلنا الأصح دي الراجح في الأوجه يعبر عنها بالصحيح والأصح، فالأصح يبقى يقابله صحيح، وجه صحيح آخر. هو الأفضل إنك أنت تفتي بما كان أصح، واخد بالك إزاي؟ بس تفتي بهذا تبقى خلاف الأول، يبقى خلاف الأولى. لا يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح، أصل النبي حرم استعمال أنية الذهب والفضة، ما اتكلمش على الاتخاذ، فالاتخاذ ده متولد من التحريم في الاستعمال، فهل الاتخاذ
يبقى كمان حرام. فعندنا احنا قاعدة كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فالموافق للقاعدة دليله راجح، إنما المقابل للصحيح قال لك إن يحرم الاستعمال ولكن لا يحرم الاتخاذ، لأنه قد يتخذه كمال يبيعه فيستفيد به. واضح؟ فهم؟ فاللي وافق للقاعدة إن ما حرم استعماله حرم اتخاذه دي قاعدة، واخد بالك؟ فجعله هو الأصح لأنه يعني إيه واضح الدليل. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاق شيء بعرضه على النار. طيب اللي هو يسموه إيه؟ المموه، المطلي اللي هو المموه، لو طلناه بذهب أو فضة بطبقة رقيقة لا تذكر، واخد بالك، بحيث لو عرضتها على النار ما تجيبلكش جرم تقدر، إيه دي ما يحرمش، واخد بالك إزاي؟ لا يحرم. ويحرم أيضا الإناء المطلي إلا لو ما جابش لا يحرم، لكن لو جاب جرم يبقى يحرم. واضح؟ لو جاب جرم يبقى يحرم، لأنه صار يعني فيه كمية من الذهب كبيرة أو في كمية من الفضة كبيرة. أنت دلوقتي بتجيلك ساعات فازات صيني عليها طبقة مذهبة رقيقة جدا وذهب، لكن لو عرضتها على النار ما تعملش حاجة، تمشي ما فيهاش مشكلة عندنا، واخد بالك، تبقى ورق رقيق جدا من الذهب بيتحط كده، بحيث لو عرضته على النار ما يعملكش حاجة. عندنا ايه الصالون المذهب في البيت، لويسيز ومش عارف ايه اللي بيعملوه ده، والحاجات اللي هي ايه في الجهاز، تروح دمياط تلاقيهم عندهم ايه ورق الذهب ده، ورق رقيق، ويقول لك ذهب انجليزي وذهب فرنساوي ومش عارف ايه، ويستعملوه على الاساس، واخد بالك. اذا كان كميه سميكه اذا عرضت على النار تبقى كميه، يبقى انها تحرم. اذا كانت كميه ضئيله جدا يبقى لا تحرم. واضح؟ لا ما ناخدش بالقاعده هنا. لأن النبي تكلم على آنية الذهب والفضة الخالصة، واخد بالك، بس فإن دي مش خالصة. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. ويجوز استعمال إناء غيرهما، يعني من غير الذهب والفضة من الأواني، كل الأنواع بقى، إزاز وصيني وبلاستيك، وقول بقى زي ما أنت عايز، وخشب، وكل اللي انت عايز تقول حقيقة. ويجوز استعمال إناء غيرهما، أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة، كإناء يقوت أهو كويس. ويحرم الإناء المضبب بضبة، بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة. مضبب يعني إيه؟ يعني مزين أو مزخرف أو لحام، كانوا يعني زمان يلحموا لما يتكسر إناء يلحموه، يلحموه فضة أو يلحموه. فالضبة لو كانت لزينة وكانت من فضة وقليلة يكره، ولو كانت لزينة ومن فضة وكبيرة تحرم. وإن كانت الضبة لحاجة وكانت من فضة تجوز. واضح؟ وإذا كانت من ذهب تحرم في الكل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة لزينة أو كانت صغيرة لحاجة، واخد بالك. يبقى في الذهب حكمه أشد من الفضة في مسألة الضبة. واضح؟ ما لسه قايلين لو عرضتها على النار تجيب لك دهب؟ مش احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ المضبب مش المموه. احنا خلصنا المموه، احنا خلصنا المموه، ركز معايا، خلصنا المموه اللي هو واخد مطلي،
دلوقتي بنتكلم في حاجة تانية. يعني افرض عندك كرسي زي ده، حطوا لك تاج ذهب فيه، يبقى هنا حرام. ذهب حط لك فيها حته ذهب طالعه كده، حته ذهب زي الملوك بتوع زمان، واخد بالك؟ كان بيقعدوا على كراسي فيها مقابض ذهب خالص. كده حرام، دي حرام، واضح؟ لان دي تعتبر ضبه لزينه، واضح؟ لأن الياقوت أولا لا يعرف قدره كل الناس، فما فيش كسر خاطر الفقير، واضح؟ لكن الذهب كل الناس عارفة قيمته، فأول ما يشوفه الفقير يكسر خاطره. ثانيا الذهب يستعمل نقد، وبيه بتتحدد ميزانيات الدول، فلو اتحصر في صورة أشياء مستعملة هيحصل خلل في الميزان الاقتصادي، واخد بالك؟ فيدفع ثمنه مين؟ الفقير في الاخر، فيجوع. انما الياقوت ما بيحددش الايه؟ ميزانيات الدول ولا الماس ولا الحاجات دي. وان كان في وجه عند الشافعيه ان برضه، وان كان وجه ضعيف ليست الفتوى عليه، انه يقاس عليه الاشياء الايه؟ النفيسه. بس وجه ضعيف ليست الفتوى عليه، واضح؟ الذهب لو عرض على النار والدلك بتاع يبقى حرام، لو لم يعرض على النار. طب ما انا زرت مسجد سيدنا علي بن ابي طالب في النجف، الباب بيزقه ثلاث رجاله، ذهب خالص عيار 21، بيزقه ثلاث رجاله، حرام. واللي عملوه كده الايرانيين هناك، المدنة 4 مدن فيها 4000 طوبة ذهب خالص عيار 21 هناك في النجف، مدينة النجف اللي توفي فيها سيدنا علي في العراق. أنا رحت زرت هناك سيدنا علي اللي كان يقول يا دنيا غري غيري، بقى الذهب حواليه قد كده بعد ما مات، بقى وغلبوه في حال حياته، سبحان الله. حرام باب الكعبة دهب ده خالص، ده يجوز لبيت الله الحرام. باب الكعبة كنز الكعبة معروف، ما فيهوش حاجة. ما احنا قلنا بقى الحاجات، البلاتين ده بيسموه دهب أبيض، ده مش دهب، النبي ما اتكلمش عليه. فممكن تلبس انت خاتم بلاتين ولو كان أغلى من الدهب، ما يجراش حاجة. تلبس ياقوت ومرجان ولؤلؤ وكل حاجه ولا يهمك، وتعمل منها سبحه كمان، ما يجراش حاجه. لكن في وجه قلت لك ضعيف انه بالقياس، لكن قال لك ان المحرمات طالما منصوص عليها فالسكوت عفو، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث، ان الله حرم اشياء واوجب اشياء وسكت عن اشياء غير نسيان رحمه بكم. عشان كده احنا نقول ايه؟ ان القياس خطأ، والوجه ده وجه ضعيف، واضح يا استاذ؟ بس لان السكوت وقت البلاغ محال على النبي، والا يبقى لم يبلغ رسالات ربه على الوجه الاكمل، واضح؟ فكون النبي سكت ويعلم ان هناك جواهر اخرى غير الذهب والفضه دل على العفو، معفوات. فهمت بقى يا استاذ؟ بس عشان ما تتعبش نفسك. ويجوز استعمال إناء غيرهما أي غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت وزبرجد ومش عارف إيه ولؤلؤ، وأقعد بقى أقول اللي أنت عايزه. ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا للزينة. طب لو كبيرة للحاجة تمشي طالما فضة، لكن لو دهب لا، واضح؟ يجوز السنة والأنف والحاجات دي تبقى دهب وفضة، يجوز، دي معفوات، واخد بالك؟
عشان ما تصديش وتغير ريقك وتأذيك. ولما حطوا أنف في الحروب زمان كان أنفه تتقطع، عايز يقابل ناس بخرمين كده في وشه يبقى منظره وحش، فكان يحط كده حاجة كده. فلما جربوا أي حاجة غير الذهب والفضة اللي هو بتعمل إيه، صديد ورائحة وحشة وزرنيخ وتعمل خضار وتعمل زرقان وتعمل قرف، فأجازوها من أجل هذا بس. واضح الحكاية؟ وكذلك ما تقدرش تحط حتة حديدة ولا بتاع ونحاس هنا، هتعمل لك زرنيخ وتعمل لك صدى وتغير ريقك وتغير طعم أكلك. فهمتني إزاي؟ حتى لو طعم اسنان كله. وانتوا قاعدين بتسألوا في أسئلة فات عليها ليه بقى؟ لأن أصبح الوقت طب الأسنان في أنواع كلها بتطلع، مش كده؟ أنت بتكلمني كأنك رجعتني 200 سنة ورا. فخلينا نهتم بالقضايا حاليا. زمان كانوا بيستعملوها لأن ليس عندهم بديل، فإذا وجد البديل خلاص بقى انسى بقى تجديد الخطاب الديني. عارف تجديد الخطاب الديني يعني ايه؟ يعني تناقش الناس في الأشياء اللي عايشين فيها، حاجة خلاص ما بقيناش احنا، دي كانوا بيستعملها أجدادنا وخلاص وانتهينا لا وجود لها. عارف انت لو رحت للدكتور سنان قلت له انا عايز سنة دهب هيضحك عليك، هيقول ايه الجدع ده، روح خد الكشف بتاعك وروح يلا، هيقول لك كده صح ولا لا؟ لان بقت في بدائل كتيرة تانية. لا قول له خلاص راحت عليها بقى، كانت زمان تجوز للضرورة لعدم وجود الحاجة، واخد بالك؟ بس فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، ضبة الفضة لو كبيرة لحاجة تجوز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا، كل دي لأن في حوالي 8 أوجه في المسألة وتفريعات. فقال لك الخلاصة يعني كما صححه النووي. واضح الحكاية؟ فصل في استعمال آلة السواك. احنا هنخلص ايه السواك عشان نقف على ايه، على فروض الوضوء. كويس. والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. طبعا الملكية ما عندهمش المشكلة دي، ولا الأحناف عندهم المشكلة دي، عند الشافعية عندنا بس الحكاية دي. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. كويس. بيقول هنا في الشرح فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. فرصة الشناء السنان بقى يمشي، والمعجون يمشي، قال لك ونحوه يعني أي حاجة، ولو خرقة خشنة مسكتها كده وقعدت تعمل كده بقت سواك، ولو صباع خشن صباع جنبك مثلا خشن وهو وافق يبقى أي آلة، يعني أي آلة تنظف بها الأسنان تبقى اسمها سواك. لكن أصل السواك من إيه؟ من عود الأراك. واضح؟ ده أحلى الأنواع، لأن ده النوع اللي استعمله النبي، وقالوا إنه كمان صلى الله عليه وسلم إنه مفيد، إن العصارة اللي فيه بتقوي اللسة وليها فائدة، لدرجة عملوا منها معجون سنان دلوقتي لأنه لواء مفيدة. والسواك مستحب في كل حال، يعني في أي وقت. كويس. النبي أول ما يستيقظ من النوم كان يشوص فاه بالسواك، ولما يجي هتقرأ القرآن تشوص فاك من السواك، تيجي هتصلي تستاك، هتيجي تتوضى تستاك، تغير طعم فمك بسبب أكل أو بسبب طول صمت. كويس. زي طول صمت لأنك بتنام طول الليل، بتتكلم وانت نايم تكلمش، تصحى الليل الصبح تلاقي نفسك ريقك متغير ورائحة فمك كريهة لأنك صمت مدة طويلة، فيبقى هنا السواك يدخل وقت. واخد بالك؟ كل الحاجات دي يدخل فيه، وقبل الطواف كذلك،
قبل دروس العلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل. وكونه بيقول لولا أن أشق على أمتي دل على أنه كان له التصريف في التشريع صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا خيره أن يأمر المسلمين بالسواك في كل صلاة، فاختار ألا يأمر به تيسيرا على الأمة. واضح. وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. والسواك مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم. يبقى لو صائم بعد الزوال، يعني قبل الظهر بثلث ساعة لحد أذان المغرب وشافعي، واستعمل السواك، يبقى مكروه، يعني ما عملش جريمة، ما عملش مشكلة معاه. واضح. لأن ده مكروه كراهة التنزيه بس، لأن عند الشافعية في قاعدة عندهم تفهمها. ليه الإمام الشافعي كره؟ أنه لا يجوز عندهم أو يكره إزالة أثر العبادة. واضح. أثر العبادة يكره إزالتها مطلقا. علشان كده النبي لم يغسل الشهيد، عشان جرحه عبادة، فالدم ده أثر جرح الشهيد، فالنبي لم يغسله لأنه أثر عبادة. واخد بالك؟ فلما الإمام الشافعي لاحظ الحكاية دي، فقال إيه؟ قال إن تغير فم، رائحة الفم بسبب الصيام، ده أثر من إيه؟ من العبادة، من الصيام. وقال إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال يبقى احنا ما نشيلش اثر العباده، كراهه بس، الكراهه. العلماء التانيين زي المالكيه والاحناف قالوا لا، ده رائحه الفم بسبب خروج هواء المعده وليس من الفم. فالخلوف ده اصلا مش من الفم، ده الخلوف ده جاي من المعده، والسواك بينظف الفم، فمش هيمنع الخلوف برضه. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده قالوا يستعمل. واضح الحكاية؟ إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، سواء كان صائم فريضة أو صائم نفلا. وإيه أنواع صيام الفريضة اللي أنت تعرفه؟ شهر رمضان، وإيه تاني؟ والنذر، وإيه تاني؟ الكفارة والقضاء. واخد بالك؟ يبقى دي كلها أنواع فرضا أو نفلا. والنفل إيه أنواع صيام النفل؟ الاثنين والخميس، ويوم تفطر يوم وتصوم يوم، وثلاث أيام من كل شهر، وعاشوراء، ويوم قبلها ويوم بعدها، ويوم عرفة. واخد بالك إزاي؟ وصوم أيام الشهور المحرمة. الرسول كان يحب الشهور المحرمة، 9 أيام من شوال، 6 أيام من شوال، و9 أيام من ذو الحجة. كل دي أنواع نوافل مشهورة عند المسلمين في إيه؟ في الصيام. وهناك من كانوا يصوم الظهر من الصحابة والنبي أقره. واخد بالك إزاي؟ يعني كان يصوم يوميا في حال حياة النبي، زي حمزة بن عمرو الأسلم، كان يصوم يوميا، وهو أصلا شغلته بيسافر، بيسفر الناس، يعني على قوافل، يعني كان هو عنده قوافل وبيركب الناس طول عمره مسافر، وكان يصوم على طول يوميا صايم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنه لا يجد ضعف. واضح. لكن لما سيدنا عبد الله بن عمرو أراد أن يصوم كل يوم، النبي نهاه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه سوف يضعف، فنهى يقلل لحد ما وصله يوم بعد يوم، وقال له ايه افضل الصيام؟ صيام داود. واضح. مين تاني كان بيصوم بقى ايه باستمرار صيام الدهر؟ ستنا عائشة بعد وفاة النبي. طول ما كان النبي عايش معاه ما كانتش تصوم كل يوم الا ايام قضاء بس رمضان. واضح. بعد وفاة النبي صامت يوميا ما عدا الفطر والاضحى وثلاث ايام تشريق، حتى ماتت عندها 63 سنة. النبي مات عنها وعندها 19 سنة.
واخد بالك؟ كانت تصوم يوميا سيدتنا عائشة أم المؤمنين، وكذا سيدنا عمر بن الخطاب كان ممن يصوم الدهر، وابنه عبد الله بن عمر كان ممن يصوم الدهر، وكذا أبي طلحة زوج أم أنس بعد وفاة النبي كان في حال حياة النبي لا يصوم حتى يكون قوي البدن حتى يدافع ويجاهد مع النبي، فبمجرد وفاة النبي صام يوميا إلى أن مات، ما عدا الخمس أيام المعروف اللي هي يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاث أيام التشريق. واضح؟ كل دي صيام نوافل. وتزول الكراهة بغروب الشمس، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. يبقى ايه الامام النووي هنا له اختيارات في المذهب، وإذ كأنها فيها اوجه، يعني كان في وجه عند الشافعية زي الاحناف وزي الملكية لا كراهة، في وجه تاني قال لك في كراهة، والامام النووي اختار عدم الكراهة مطلقا لان خلوف فم الصائم ليس مصدره الفم بل مصدره المعدة. واضح؟ وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها، أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل وغيره، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريهة من ثوم وبصل وكرات وغيرها. والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم، لأنه برضو لا طول صمت والنوم صمت أزم فيه أزم. والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا. أحدها عند تغير الفم، والثاني عند القيام من النوم، والثالث عند القيام إلى الصلاة، ونحط إحنا الرابع عند إرادة الوضوء كده برضه. ممكن تحط الرابع لأنه هيقوله لك بعد كده في سنن الوضوء مش كده برضه؟ يعني عند إرادة الوضوء، ما انت لسه ما شرعتش في الوضوء، انت بتسامل السواك الأول قبل ما تتمضمض كده برضه؟ عند القيام إلى الصلاة فردا أو نفلا. ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، واحد سنانه متغيرة من إيه؟ من التدخين والحاجات وشرب الشاي كتير والحاجات دي، يبقى ده يتأكد في حقه بأنه يستعمل السواك. ويسنى أن ينوي بالسواك السنة، يعني لما يجي ينظف سنانه يستحضر سنة السواك عشان ياخد ثواب، ما تبقاش عادة، لأن النية تفرق بين العادة والعبادة. فلو هو بيعملها، في ناس كتير بتدعك سنانهم كل يوم عادة صحية كويس، لكن لما يستحضر إنها عبادة ياخد ثوابها كويس. ويسنى أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستكبي إيه؟ بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، لأن السواك ده يعتبر زينة، يعتبر كمال، فأي شيء فيه كمال تبدأ باليمين، أي شيء فيه نقص تبدأ بالشمال. فهم؟ يعني لما تيجي تلبس اللبس ده زينة، يبقى دخل إيدي اليمين الأول، لما تقلع تقلع الشمال الأول، وهكذا. فيه يسبح باليمين أحلى ما فيهاش حاجة، ليس شيء. هتجيب الوزر منين؟ هو النبي نهى؟ أصل الوزر يبقى فيه نهي، ما هو في ناس بتتسرع. ما هو جاب النهي منين إذا كان النبي ما نهناش؟ هو النبي لما قال تختم الصلاة 33 قال بإيدك اليمين ولا قال بالسبحة ولا قال من غير ولا قال حاجة؟ قال تعد على عقلك ولا ما تعدش على عقل؟ قال 33، انت بقى استعمل اي وسيلة مش مشكلة، والوسائل تاخد حكم ايه؟ المقاصد. يبقى السبحة جائزة لانها وسيلة للعد، والعد مقصود. فهمت ازاي؟ والشيخ حسن المخلوف هو مؤلف كتاب في ايه؟ في افضلية استخدام السبحة،
مسبح سمير مخلوف، عندي الكتاب ده رسالة لطيفة جدا عشان يرد على العيال اياهم الجهل. انا كنت ماسك سبحة مرة زمان حوالي 20 سنة، وكنت في الحرم المكي وقاعد ماسك سبحتي كده وقاعد وقايم اجيب المصحف، فواد من العيال اللي ياهم قاعدين فاتح ايه المصحف وبيقرا قران وايه والحامل، فيقول يا شيخ يا شيخ السبحه اللي في ايدك دي بدعه. قلت له طب ما انت الحامل اللي حطه على المصحف ده بدعه يا ابني، والمصحف نفسه اللي انت بتقرا فيه ده بدعه، ده ما كانش ايام النبي، ده مصحف الملك فهد يا ابني مش مصحف النبي. وبعدين المصحف اللي انت بتقرا فيه ده كمان منقط، فيه نقط وفيه تشكيل، والمصحف ايام النبي كان مكتوب بغير تشكيل. الله، ايه الحكايه بقى دي؟ قال لي انت منين؟ قلت له من مصر. قال لي انتوا كده يا مصريين ما نعرفش نسلك معانا. ليه؟ ما يصحش. المقاصد تاخد حكم ايه؟ الوسائل. انا مقصدي بالسبحه ايه؟ ان انا اعد واضبط العدد، والنبي امرنا بالعد، يبقى لازم اضبط العد. بس باي طريقه بقى، بايدي برجلي بالشباك بتاع الازاز عندي مربعات كده، فابص لكل مربع اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد ما اخلص. المقصد ان انا اعد وخلاص. فهمت بقى؟ جاب بالي كده ليه بقى؟ لان كان المدرس اللي بيدرس لاختي صغيره في ابتدائي كده اكبر مني، كانوا لا ما تعديش في الجامع، فكانت تقعد تعد على الشباك واخد بالك وتحسب ويطلع صح، لا ازاي ما عدتيش، هي بتعد على الشباك وانا شايفها بس ما رضيتش افتن عليه. يعني يعد باي طريقه، لكن الافضليه استخدم اليمين. اليمين في اي شيء فيه كرامه، في اكرام. النبي كان يجعل ايه يمينه لطهوره، يجعل يمينه في طهوره وفي اكله وفي شربه وفي تناوله، ويده لغير ذلك بقى، واخد بالك ازاي؟ بس انما افرض ايده اليمين متعور ما يسبح، سبح باي حاجه ان شاء الله بصوابع رجله يقعد يعدها كده سبحان الله سبحان الله، ما فيهاش حاجه يعني. فالتقييد على الناس ده يا جماعه ليس بفقه، لانك بتصد الناس عن الذكر. ده ساعات الواحد يبقى في ايده السبحه وقاعد بقاله 20 سنه بيسبح، ويجي واحد يقول له دي بدعه، يروح يرميها ويبطل التسبيحات اللي كان مواظب عليها بقاله 20 سنه. وشفنا المناظر دي، يبقى انت صديته. طب وليه؟ ما تسيبه في حاله. الذاكر احسن من الغافل. المهم. والثالث عند القيام الى الصلاه فرضا او نفلا، ويتاكد ايضا في غير الثلاثه المذكوره مما هو مذكور في المطولات كقراءه القران واصفرال الاسنان، ويسنى ان ينوي بالسواك السنه، وان يستكب يمينه ويبدا بالجانب الايمن من فمه، وان يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا، مش يخرر دم، لان الدم نجس ما يعورش نفسه. فهمت؟ امرار لطيف كده. وكمان على كراسي ادراسه وعلى لسانه، لو لسانه كمان في اثر اكل يمر، بس ما يأذيش نفسه، حاجه بالراحه كده يبقى لطيف يعني. ونقف على فصل وفروض الوضوء 6 اشياء يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ادعوا لي كل ما جالكم بتوه من الجامع بتاعكم ده، مش عارف ايه حكايه، مش عارف احفظ السكه. بيسأل لو واحد بيشرب سيجارة وهو متوضي وعايز يصلي، هل انتقض وضوءه أم لا؟ لم ينتقض وضوءه لأنها ليست من نواقض الوضوء، لكن يتمضمض. ليه؟ لأنها قد تغير رائحة فمه، دي حاجة واخد بالك، فإذا غيرت رائحة فمه يبقى يتمضمض. طب ما غيرتش رائحة فمه، يبقى ما فيهاش حاجة. طب ولو قلنا ان التنباك ده اللي محطوط فيها كانوا منقعينه في الخمر في الخمور، فيبقى الهواء اللي خارج منها ده هواء النجس ليس بنجس، هواء النجس ليس بنجس، والا كان لو كل واحد ما يطلع ريح يقوم يغسل هدوم، مش كده برضه؟ ما هو الريح دي هواء النجس، مش كده برضه يا استاذ؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس منا من استنجى من ايه؟ من ريح، فدل على ان رائحة النجاسة ليست نجسة. واضح؟ ايوه. نواقض الوضوء دي حاجات توقيفية،
يعني لو واحد كذاب وقليل الادب ومجرم وضوءه يفضل ما ينتقدش ما تنقضش الوضوء، لكن لو تبول هو البول حرام؟ لا، لكن يتنقض وضوء. فهي اسبابها توقيفيه مش علشان حرام او حلال، دي امور توقيفيه للعباده، واضح؟ لكن الكذب كبيره من الكبائر لكن لا ينقض الوضوء. اكل اموال اليتامى، لسه واكل اموال اليتامى وشاربها وهو متوضي، تقول له توضى تاني؟ مع انه هو في مصيبه سودة، فاهم؟ لكن لو خارج من دوره الميه او ده مباح تقول له لا اتوضى. بالنسبه لدعاء الاسنان يا دكتور، انا سمعت ان هم بيقولوا، سمعت هل انت بتتكلم على ايه؟ سمعت احنا عندنا اليقين لا يزول بالشك، مش قلنا كده؟ اليقين لا يزول بالشك، حاجه بتباع في بلاد المسلمين ويتناولها المسلمين كلهم تبقى طاهره، مش معقول هتغيب يعني على اللي بيصنعوا، واللي بيصنعوا في المصانع دي مسلمين ودكاتره وعمال وعارفين ان الخنزير ده حرام، واخد بالك؟ فمش معقول يعملها وما يشعش خبرها. يا سيدي كله بيتعبى عندنا، بيتعبى عندنا كله، كل حاجه بتتعبى. انا هقول لك حاجه، اليقين لا يزول بالشك، فما تحرمش على الناس عيشتهم، واضح؟ لما تبقى متاكد قول، وتبقى جزاك الله خير وعرفت الناس حاجه. احنا مش متاكدين عن حاجه ما نشعش اشاعات. عند القاعده الشافعيه اليقين لا يزول بالشك، بس ما تقولوش بقى سمعت ان الكامي مش عارف في ايه، كل يوم نسمع حاجات شك. انا شخصيا ما بجيبش الكامي لاني قرفت من الاشاعه، والله ما بقتش اجيب الصابون الكامي ده، مجرد ان انا قرفت من الاشاعه بس. لعاب الكلب ناجس طبعا، نجاسه مغلظه. تغسله 7 مرات احداهن بالتراب عند الشافعيه، حتى الثوب عند الشافعيه كالاناء. اذا كنت ايدك جافه وهو جاف يبقى ما فيش وسط رطب، لازم يبقى في وسط رطب لينقل النجاسه الجافه. يعني انا ايدي ناشفه ومسكت قطعه براز كده ناشفه ورميتها، ولا اشطف ايدي لانها ما بتنقلش. لكن لو ايدي عرقانه يبقى في بقى رطوبه، فالرطوبه هي اللي تنقل اثر. واضح يا استاذ؟ الصلاة صحيح، هواء النجاسة لو قلنا ان الطنباك ده محطوط في خمرة والخمرة نجسة، فاللي خارج ده منه ده هوا ولا مش هوا؟ هوا، هواء النجاسة طاهر، واضح؟ لكن لو حامل السيجارة العلبة وقلنا ان الطنباك ده نجس او متنجس عشان حطوه في خمر، يبقى صلاته بطلة لأنه صلى وهو حامل للنجاسة، صلاته تبطل لأنه حامل للنجاسة. فيعمل إيه؟ أول ما يخش هيصلي يحط علبة السجاير بحيط ويصلي، عارف؟ هو لو عرف كده وكل مرة يعمل كده هيقرف من السجاير بقى، أو الله عايزها منها، فربنا ينجينا. أيوة اتفضل. أيوة صح، طب ما احنا قلنا ان الكذب حرام، واحد بيكذب وبعدين دخل يصلي جنبك تقول له روح ما تصليش؟ احنا بنتكلم صحيحه ولا مش صحيحه، مش بنتكلم حلال ولا حرام. خليك فقيه، حلال وحرام دي مساله، وانها تنقض الوضوء وصلاته باطله دي مساله تانيه، واضح؟ لازم نعرف الحكايه دي. يعني هو اصلا بياكل حرام، متعشي حرام، اموال يتامى او رشوه، وقال عيشة اتدنت وجاي يصلي جنبي، اقول له روح يا مجرم؟ ولو صلى جنبي اقول له عيد صلاتك؟ ايوه، هو بقى متناقض مع نفسه، هو متناقض مع نفسه، لكن الفقيه ما يقولوش صلاتك باطله. فهمتني ازاي؟ احنا بندرس درس فقه، هو بقى لما يحضر الدروس دي كذا مره ويعرف ان الحرام ده لما بيخش في جوفه يمنعه من قبول العباده ويمنعه من انه هو يبقى مقبول الصلاه، يبتدي يكره بقى الحرام حبه بحبه حبه بحبه، يروح تاركه. فهمتني ازاي؟ بس لكن هل بقى لو ترك الحرام نقول له عيد الصلوات اللي فاتت؟ مش هيعيد. فهمتني بقى ازاي؟ ادي المساله. يلا يلا.
كراهية ايه؟ زي واحد طلع له علامة الصلاة يروح لدكتور تجميل يقول له شيلها لي. دي تبقى مكروهة. واخد بالك ازاي؟ حكمها مكروه لان ده اثر عبادة. واضح؟ لو ابتدت بقى تنزف وتقلمه، ابتدت تنزف وتقلمه وهو عنده سكر وهتعمل له قدم سكري، يبقى بيشيلها للعلاج. فهمتني ازاي؟ ما يبقى يصلي في جامع مكت، ما يصليش في جامع فيه حصر. هي اختفت الحكاية العلامة دي اللي في رجلين المصلين لان الجوامع كلها بقت مكت. ايام واحنا اطفال انا كان عندي العلامة دي عشان كنت بصلي في جامع تبع الجمعية الشرعية كله حصر، فكانت عندي العلامة دي لحد ثانوية عامة. بعد ثانوية عامة الجوامع كلها بقت مكت، اختفت بمرور الزمن فما فيهاش حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد. تاني ايه؟ عبد مختار. يعني تبقى اسم فاعل واسم مفعول، ازاي تعرفها من السياق؟ هل اصل الكلمتين زي ممتاز؟ ما الذي جعل الذي يعني جعل كلمة فتاوي فتاوي لم يجوز في السماع؟ ايوه السماع مهم لان اللغه اخذت سماعا، وعشان كده تلاقي في حاجات كتيره مش ماشيه مع القاعده لان السماع كده. ايوه قتل الكلب الاسود هذا في مسند الامام احمد، وهتلاقيه في الترمذي وفي الترمذي. الحاجات دي كلها سهلة دلوقتي عن طريق الكمبيوتر، وتخش على البرامج اللي هي محطوطة فيها كتب السنة، هتكتب الحديث هيقول لك رواه فلان وفلان وفلان والصيغ المختلفة دي، مش محتاجة سؤال، سهل إن شاء الله. ما تجيبهاش طالما انت متأكد، ما تجيبهاش. ليس كل الشوكولاتة معمولة في أوروبا مخلوطة على فكرة. أنا أعرف واحد صديقي عايش هناك سنين طويلة، ولما يجي يزورني بيجيب لي شوكولاتة يقول لي دي ما تخافش، دي احنا عارفين اللي ايه اللي مخلوط واللي مش مخلوط. فخلاص وهم بيكتبوا ساعة المكونات. أنت شاكك الخروج من الخلاف مستحب، بسيطة لأن احنا مأمورين إن بينهم أمور مشتبهات، فلو اشتبه عليك شيء ابعد عنه، لكن ما تحرموش عن الناس الا ما تبقى متاكد. يعني ممكن انت تمتنع عنه في نفسك لكن لا تحرمه، لان التحريم والتحليل ده شرع، فانت ما بتتكلمش الا بشيء متيقن. والله لو انت عارف ان النوع ده مخلوط بنبيذ او بتاع خلاص نبههم يا جماعة، نبههم، والنصح مطلوب. والمسلمين أول ما يعرفوا كده على فكرة هم أسرع الناس إن هم يتركوا مثل هذه الأشياء. المسلمين عموما يمكن حتى تارك صلاة يقول لك ما أقدرش أكل خنزير، واخد بالك، يقول لك لا خمرة لا وتدور عليه ليه ما بيصليش، واخد بالك. لكن المسلمين عندهم تعفف من الحاجات دي، يقرفوا منها بغض النظر عن أي شيء. بيقول هل الضحك الكثير ينقض الوضوء؟ إن كان داخل الصلاة عند الأحناف، عند الأحناف ينقض الوضوء الصلاة، لكن يبطل الصلاة عندنا، لكن لا ينقض الوضوء. الأحناف قالوا إن ينقض الوضوء عقوبة له تغليظا عليه. واضح؟ بس أنواع البدع نبقى نقولها كتير، ده احنا قلناها كتير. هات كتاب إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدع، بيه وباع، اقرأ هتلاقيك تعرف كل حاجة. إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدع من أفضل ما كتب في المسألة بتاع السيد عبد الله الصديق الأمري. إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة بيباع في مكتبة القاهرة في الصناديق في الأزهر، كتاب لطيف اقراه كده، ويوم الثلاثة الجاي هتلاقيك عمرك ما تسألني السؤال ده تاني. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم.